السلام عليكم. إذا كنت تعتقد أن البشر هم فقط من يحتاجون للمساعدة عند مواجهة الصعوبات فأنت مخطئ تماما، لأن الحيوانات أيضا تقع في مثل هذه المواقف الصعبة وتحتاج لمساعدتنا وتدخل البشر كما ستشاهد في مقطع اليوم. ولهذا تابعونا في هذا الفيديو للاستمتاع بمقاطع عن إنقاذ الحيوانات من قبل البشر. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي لتنضم لعائلة قناة معلومات عنا. هيا لنبدأ. أولا، إنقاذ سمكة القرش. سمكة القرش هذه كانت عالقة بشبكة صيد وهي في أمس الحاجة إلى المساعدة، وكان الحيوان المفترس قريبا جدا من قارب هؤلاء الأشخاص، ولدرجة أنه أصبح ظاهرا لهم وبالطبع كأنهم يطلبوا المساعدة، وكانت هذه السمكة تنتظر بفارغ الصبر أن ينقذها هؤلاء الأشخاص، والذين تمكنوا بالفعل من إنقاذ هذه السمكة. وبمجرد إزالة الحبل سبح المفترس بعيدا وهز ذيله للأشخاص كما لو كان يقول لهم شكرا لكم. وهنا نرى قرشا مصاب بسكين في رأسه يطلب المساعدة من مدرب الغوص، شاهد كيف تصرف معه. لقد قامت السمكة بالالتفاف ووقفت أمام المدرب مباشرة، يا له حقا من أمر رائع للغاية. ثانيا، إنقاذ سنجاب. النقطة الصغيرة التي تراها تقترب من هذا القارب هي سنجاب، والذي حاول الهروب من الحيوانات المفترسة، ومثله كأي سمكة قرش كان يطلب المساعدة من البشر. انظر كيف يحاول السنجاب البائس الدخول إلى القارب كما لو أنه يعلم أن هؤلاء الأشخاص لن يؤذوها. وكما نرى السنجاب له سحر خاص، لم يظهر أي مقاومة للصيادين الذين يلتقطونه، وبعد إنقاذ السنجاب كان يلوح بذيله ويقول وداعا وكأنه يعبر عن امتنانه لهذه المساعدة. ثالثا، إنقاذ ذئب. تلجأ الحيوانات المفترسة أحيانا إلى البشر للحصول على المساعدة، كهذا الذئب المصاب بجرح في رأسه. في الغالب تقتل الذئاب البشر، نحن نعلم ذلك، ولكن هذا الذئب خصوصا وحيد وضعيف وجائع ولا يستطيع الحصول على طعام لنفسه. وكما نعلم أن الذئاب تستطيع الشعور بفرائسها على بعد مترات كبيرة، وذلك يرجع إلى حاسة الشم القوية لديها، لهذا تمكن من التقاط رائحة الكعك الطازج الذي كان في يد هذه الفتاة، الأمر الذي جعله يغادر الغابة ويقترب من المرأة. إنها قصة ملهمة وصادمة، وتوضح مدى قدرة الذئب على التفكير والتحليل ومراقبة الشخص الذي لا يتصرف معه بعدوانية، مما يؤكد على تفكيره بعقلانية. وتم تأكيد ذلك من خلال التجارب الحديثة التي أجراها علماء أستراليون، والتي أثبتت أن الذئاب في الواقع أكثر ملاحظة من الكلاب الأليفة، وأنهم يتمتعون بسرعة البديهة أيضا. رابعا، إنقاذ حوت العنبر. وهنا في هذا المقطع نرى حوت العنبر بوضوح وهو يشير إلى الغواص بأنه في أمس الحاجة إلى المساعدة، كما أنه يتصرف بطريقة ودية للغاية في الوقت الذي يحاول فيه الرجل سحب خطاف السمكة العالقة في فمه. إلقي نظرة على هذه اللقطات الرائعة، وبمجرد سحب الخطاف لم يكن حوت العنبر السعيد في عجلة من أمره، بل حاول أن يعبر عن امتنانه بكل قوته للغواص الذي يطعم الحوت وكأنه جرو صغير. خامسا، إنقاذ سلحفاة. شاهد هذا المخلوق البحري وهو يتجه نحو الغواص كما لو كان صديقه المفضل. يمكننا أن نسمع السلحفاة تقول: مرحبا يا فتى، لقد علقت قذيفة في ظهري، يرجى إخراجها من جسدي. وهنا يقوم الرجل بكل سرور بمساعدة هذا الحيوان. التواصل هو مفتاح كل شيء. لم تنسى السلحفاة الامتنان حيث هزت رأسها هكذا وكأنها تقول للغواص شكرا لك. سادسا، إنقاذ كلب. غالبا ما يخاطر الناس بمساعدة الحيوانات وليس فقط الطيور الجارحة، وفي هذا الفيديو نرى مساعدة بعض الأشخاص لكلبا بعد غرقه في نهر جليدي. هذا دليل آخر على أن الأشخاص غير الأنانيين يسعون لحماية مثل هذه الحيوانات الصغيرة، وذلك لأنهم لا يقدرون على طلب المساعدة مثلنا. سابعا، إنقاذ قطة.
أحيانا تكون الحيوانات ضعيفة جدا ولا يمكنها طلب المساعدة، ولكن لحسن الحظ تظهر الأشخاص في الأوقات المناسبة. فهذا القط فقد والدته وكاد يموت من الجوع، لكن هذا الرجل رأى هذا الصغير الجائع وهو يأكل في العشب فأخذه إلى المنزل. لكن عندما كبر القط اتضح أنه ينتمي إلى القطط البرية والتي يجب حماية نوعها بموجب القانون، وكانت مفاجأة مدهشة لمنقذيه. ويبدو أن هذا القط يعرف بالضبط من أنقذه، فهو يعبر عن امتنانه في كل مرة يتم تغذيته، ويقوم بلعق يدي الرجل الذي أصبح والدته الجديدة. وأخيرا إنقاذ ماعز. وهنا نرى الماعز المسكين بعدما علقت قرونه بالأسلاك الكهربائية، ولكن لحسن حظه ظهر هؤلاء الأشخاص لمساعدته وقدموا له سلما ليتمسك به بكل قوته، لأن الحيوان يعرف أن حياته تعتمد عليها. بالفعل تمكنوا من إنقاذه، وبعدها ظل يلتف من وقت لآخر أمام منقذيه وكأنه يقول لهم شكرا لكم. في النهاية أصدقائي، أخبرنا في التعليقات ما هو أكثر شيء قد أعجبك في هذا الفيديو. كذلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا الرائعة. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.